الله في ثاني المراكز. التحدي ثنائي، المسار ثنائي، اندفع اندفع اندفع، روح يلي بتروح، حرك يلي بتحرك. سلهودة ولا الغربية؟ الغربية صامدة، وسلهودة في محاولة جادة، محاولة النيل الذهب، نيل الذهب، الفوز بالكاس، الفوز بالكاس. اللحظة الأخيرة، تنافس ثنائي بين الغربية وسلهودة. الغربية هالغربية، ما طاعت الغربية، من لا يعرف الغربية؟ إعصارها غربي، شكلها غربي، مسارها غربي، لونها أخضر، دربك خضر يا زايد، يا ابن محمد يا ابن زايد، يا المنصوري على هذا الأداء. الكاس، الكاس غربي، الكاس غربي، كاس الثنايا، كاس الثنايا، ذهب في ذهب يا الغربية، ذهب في ذهب يا الغربية. زايد محمد بن زايد المنصوري نجم الغربية يعلن وجوده في هذا التحدي. من بدأ، من بدأ اسم الغربية وانطلاقات الغربية، والكل يرشح الغربية. بقول سلام، سلام يا الغربية، سلام. المركز الثاني سعيد الزعبي، ولكن أعود إلى المركز الأول، بن رويشد، بن رويشد، بن رويشد مع المركز الأول، إنه الحصاد مع المركز الأول. سليمان بن رويشد الجهني يقدم مدهش، أدهشت الجميع، أدهشت الجميع. المركز الثاني جلمود، جلمود مع المركز الثاني. عبيد بن شينان المري، اشتدت المنافسة، اللقب الغالي، ولكن مدهش، مدهش مشاهدين الكرام بالشعار الأزرق والأبيض ليكتب اسمه سليمان بن رويشد الجهني، اسمه من ذهب، يسجل اسمه من ذهب وحروف من ذهب. الله يا أبو نادر، اللقب النادر، اللقب التاريخي، سليمان بن رويشد الجهني يدخل التاريخ، يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، من أوسع أبوابه. تهانينا لك يا أبو رويشد، شكرا بو نادر، شكرا بو نادر، شكرا على اللقب الغالي. تهانينا لسليمان بن رويشد الجهني على فوز مدهش في المركز الاول. المركز الثاني العملة، وارتفعت اسعار العملة على ارضية ميدان السوان في امارة راس الخيمة. يا سلام، جبارة والعملة، وجبارة والشاهينية، اربع تقريبا في موقع واحد بقيادة العملة. العملة تتسلل الى مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن سعيد الهاشمي، وجبارة، جبارة أيضا، عينها، عينها على السيارة، عينها على الموتر. العملة وجبارة، اتجاهنا اتجاه سليم واتجاه صحيح إلى المنصة الرئيسية وإلى خط النهاية. العملة وأسعار العملة مرتفعة، يا سلام يا العملة، ها هي العملة للسيد سالم بن سعيد الهاشمي. لكن جبارة، جبارة تجبر العملة لصالحها في هذه اللحظات. جبارة للسيد محمد بن علي بن سعودي الاجتبي، يا سلام، جبارة والعملة والشاهنية، جبارة. تهانينا، تهانينا للسيد محمد بن علي بن سعودي الاجتبي على فوز جبارة بالمركز الأول. العملة بالمركز، على المركز الثاني يمعى بن علي بن حمد درمكي يقدم لنا أشواق قادمة بكل قوة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى الصدارة. الخمسمائة متر نهاية، جولة الأوامر، حرك يلي بيحرك وروح يلي بيروح. السيارة، السيارة في الانتظار. أشواق، 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 العنود، العنود وأشواق على خط النهاية. ما شاء الله، تبارك الله، الأداء مع العنود، والقادمة أشواق، أشواق، أشواق. الدرمكي، الدرمكي قادم، ولكن هنا أيضا بالأسود المري غيرت أشواق، انطلقت أشواق إلى مقدمة الشوط. أشواق يمعى بن علي برحمة، الدرمكي على مسار الأول، على الانطلاق الأول. إذا تعلن هنا أشواق المملوكة للسيد يمعى بن علي برحمة الدرمكي على مقدمة الشوط. تهانينا وناموس لمالك أشواق على هذا الفوز الجميل. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، لحظات الوصول هنا مع خط النهاية، وعيني عليك باردة، عيني عليك باردة. ما شاء الله، المركز الثاني وصلت هناك. مشاهدينا الأعزاء، هنا مع ثالث المراكز غزيلان محمد بن علي بالسعودي، أيضا من سجل نقطة في صباح اليوم، الآن يبحث عن النقطة الثانية في هذا المهرجان. السيارة وين؟ السيارة وين؟ السيارة وين يا المري؟ يا سلام،
تسلل بالسعودي، تسلل بالسعودي، محمد بن علي بالسعودي يتسلل ويعبر بوابة الناموس، يعبر البوابة الرئيسية نحو الناموس، ينطلق 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 ينطلق. هناك زيلان محمد بن علي بالسعودي ليسجل اسمه من ذهب في هذا المهرجان الكبير. يعلن غزيلان أنه بطل لهذا الشوط، يعلن بالسعودي أنه الفائز في هذا الشوط. تهانينا والناموس، تهانينا بالناموس لمالك غزيلان، من حصل على هذا الشوط وحصل على السيارة وحصل على نقطة هذا الشوط الذهبية التي ستدون بشعار محمد بن علي بالسعودي. تهانينا لمالك غزيلان، مالك غزيلان محمد بن علي بالسعودي على هذا الفوز في هذا المساء الكبير. المركز الثاني صغان، الثالث وصل الظبيان علي بن مسعود بن حمده المري قادم بكل قوة، وأيضا حامس البن مع المركز الرابع يعان بن مبارك السبوسي، خامسا شعار صالح بن محمد العاض المري. وينك يا بن العاض، أخر هذه المرة، ولكن أتمنى لك التوفيق والتوفيق لكل المشاركين. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مشكور، مشكور يا مالك، مشكور، مشكور يا فهد، يا بن سيف، يا الخيارين. حتى هذه اللحظة الأمور في خطر، ولكن شكري واحترامي لك دائما وابدا، في خطر وفي امان. الله الله الله، المركز الثاني صالح الكريبي، وايضا العاض واصل، ولكن تهانينا تهانينا الفهد بن سيف الخيارين على فوز مشكور في المركز الاول. ايضا متابع لهذه الانطلاقات الجميلة، يا سلام، يعطينا ايضا المسافة ما بين مصيحة وما بين بقية المراكز، انفراد واضح. 500 متر الأخيرة مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا من هذه اللحظات على الرقص الجميل، على الأداء الرائع اللي تقدمه مصيحة، مصيحة على الصدارة، هذا الاسم العملاق في هذا العالم الساحر، وهذه السلالة الفريدة أيضا والممتازة. مصيحة على المقدمة، فهد بن سيف الخيارين، تهانينا للمرة الثانية، للمرة الثانية في هذا المساء، تهانينا، تهانينا لفهد بن سيف الخيارين على فوز مصيحة بالمركز الأول، وبدون أي منافس، بدون أي منازع، تقترب إلى خط النهاية، تنفرد انفراد كلي، انفراد كلي بالصدارة بالمقدمة. وهدي أعصابك يا أخوي، هدي أعصابك، ما تستاهل، ما تستاهل مصيحة لحظات وصولها إلى خط النهاية. تهانينا لفهد بن سيف الخيارين، وللمرة الثانية في هذا المساء على فوز مصيحة بالمركز الأول. وعالية لابن زيتون، الله، العبور العملاق العناوي قدم العبور، يا السلام يا السلام يا راعي النعمية، الله يا عبد الله، يا ابن مظفر، يا ابن محمد العامري، لا تذكرني بالنعمية وأداها الجميل، الله. ولكن هناك بن شينان السيلية، عبيد بن شينان المري بن زيتون من عمق الميدان، بالقرين بالقرين قادم، بالقرين ومظفر، الله. الشوط وين؟ الشوط وين؟ الأداء وين؟ الجائزة وين؟ الكل موجود، الكل موجود، الله على الشوط، الله على الشوط، جران الشوط در، العبور العبور لعبد الله بن ظفر العامري، والمركز الثاني سهيل بن حمد، سهيل بن حمد بالقرين العامري مع راهية العبور، وراهية عبرت العبور لتهدي التحية للعملاق العناوي ظفر بن محمد العامري، تحية عناوية والناموس عناوي. سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي، والتحديات التحديات، يا سلام. وارصد لي، ارصد لي شاهين لمنصور بن خليفة بالقطير الخيالي يتدخل في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي والاثاره من شاهين عبد الله بن علي بن حميدان، ولكن شاهين قادم، شاهين التحدي ما بين سلهود وما بين شاهين، شاهين وسلهود، ولكن سلهود اللي صامد، اللي صامد على المقدمه. يا سلام، شاهين يحاول، شاهين، سلهود وشاهين، واللحظات الاخيره، المعركه طاحنه، المعركه طاحنه، ولكن سلهود يحسم هذا الشوط لسهيل بن حطم العامري مع الاداء الجميل، مع
الرقص الراية. تهانينا لسهيل بالحطم العامري على فوز سلهود بالمركز الأول. السلالة الصغانية من تفرض وجودها في اللحظات الأخيرة في الأمتار الأخيرة. تهانينا لسهيل بالحطم العامري على فوز سلهود بالمركز الأول. في المركز الثاني وفن بن خفية أيضا بشعار جميل أحمد بن عتيق. الله احمد هناك ايضا اللي وصل. الله الله ما سجل عندي احمد العتيق الرميثي لكن احمد العتيق الرميثي. نعم الله يا السلام يا السلام وصلنا. ولكن الشوط وين عندك يا بن يضرب عندك يا بن مبخوت بن مبخوت عبد الله عبد الله بن مبخوت العامري. السلاله الشاهينيه فرضت نفسها والله هناك الاذرع عندها كلام جميل تقدم بشعار بن يضرب. ركز يا احمد يا احمد يا بن عبيد يا احمد يا بن عبيد يا بن جذرب يا العامري. ركز يا اخوي ركز ركز. الشوط راح الشوط يسير وهناك بن مبخوت يحاول بن جذرب يحاول في اخر سياره في هذه الامسيه الكلوزر البيك اب. الله الله بيمسي وين بيمسي في اي عزبه؟ عزبه بن جذرب ولا عزبه بن مبخوت ولا اللي قادم هنا ايضا راشد بن سالم بن راشد الكتبي فاجانا. والتهاني لمن التهاني وين من مبخوته ومن جذرب ومن مبخوته من مبخوته ومن جذرب الشاهينيه ولا وين وين الشوط وين الشوط وين؟ تهانينا لعبد الله بن مبخوته العامري تهانينا.